قلت لك ما تنزلش الارض دي، كلامي ما حينسمعش اياك. ملوك العالي منين يا عم منبيع؟ اوكي العالي منين؟ دي ارض اللي بعيش واكل منها. انت هترد على هم منبيع ولا ايه؟ انت تكفي حركك واصل وما تردش. عمك عمك قوم يا عمك. ما تخافش يا ولد، ما فيش حاجه. اسمع يا عوض، الارض دي مش عايز اشوفك فيها تاني، ديك مهلة يومين، لو ما جبتش فيهم مرض الارض تبقى فيها حياتك. سمعت يا عوض؟ احب على يدك يا عم انبي، ده رزقي ورزق عيالي. انا قلت اللي عندك، غور من وشي. يلا رجال. منك الارض يا عمي. لا يا ولدي، مش هياخدوا منينا الارض، الارض ارضي وارض جدودي. همام ورجالته جولك تاني يا عوض. ايوه. طب وهتتصرف معهم ازاي دولم؟ الامر امر الله، الامر امر الله، حسب الله ونعم الوكيل فيهم. بعدين يا رجالي هنسيبه همام بيه ياخد ارضني واحنا هنفضل ساكتين. وعايزنا نعمل ايه يا محروس؟ عايزنا نتكلموا عشان رجالة همام يقتلونا واحد ورا التاني، درج المفتري واحنا ناس غلابة. لا يا عوض، كلامك غلط. لازم كلنا نوقف وقفة رجل واحد ونطلع على همام بيه ونقول له مش هنفرط فرضينا واصل. سمعت؟ ما اقدرش اقف قدام همام بيه واقول له لا، ده راجل ظالم مفتري وانا معاه عياله عايز اربيها. يبقى احنا كده هنسيبه اراضيني تروح منيني واحد ورا التاني، ده كله بسبب جبني وضعفني اللي احنا فيه. سلام عليكم. كلامك ده عين العقل يا عوض. رب عيالك، الارض تروح تجي غيرها، وهمام به رجل مفتري واحنا مش كده. سيبني في حالي يا حربي، سيبني في حالي بالله عليك، سيبك من حديدك الماسخ ده. وانا قلت ايه؟ انا سيبها لك خالص. سلام عليكم. روح يا عمار. ايوه يا كبير. عديت على الانفار اللي شغالين في الارض؟ عديت عليهم وكلهم شغالين واحد واحد. طب عايزك تعدي عليهم كل شوي، ومش عايز حد يريح دقيقه. اوامرك يا كبير. همام بيه، كويس اللي لقيته. خير يا حربي، حاجة ولية. ناس البلد كلها متجمعين عند عوض، عايزين يتفقوا عليك عشان خاطر موضوع الأرض. وأنا جيت أقول لك عشان يكون عندك خبر. اتفقوا علي أنا يا حربي؟ خبر؟ أنت بتتكلم مع مين يا ولد المحروق؟ طب غور، غور من قدامي وأعرف أنت بتكلم مين. غور ان شاء الله يقتلوك وانا مالي. زكي عوض. اهلا مرحبا. خير؟ في حاجه؟ امال ما جبتش الورق ليه اللي ساعدت البيه يا عوض؟ الورق؟ ما انا ما عديش ارض لحد، ما حدش هياخد الارض مني. اسمع يا جدع، انت الورق لما جاش لهمام بيه مش هتعرف تربي عيالك، وهنا جينا لك وحذرناك. سلام. اوعى تعيش بين البنين. خليك في صف الطيبين.
بين معالم سكتها. خلي السيفار والاسم زين. استنى عندك يا محروس. عايزين ايه مني؟ اوعى من طريقي. تعال معانا، عايزينك يا محروس. عايزين نفيا. الكبير عايزك. انا ما رايحش لحد. سمعت؟ ما رايحش لحد. انزل اسمع الكلام. انزل جاي قدامي. انزل. الوس انت وهو مخلي رجالتك يا همام بيه تقطع عليه الطريق ويرفع عليه السلاح. اديني جيتك لحد عندك، عايز يمني. وطي صوتك يا ده محروس، عمال تلف في البلد قول للناس كلها ياخدوا حقوقهم من همام بيه. ايوه يا همام بيه، الاراضي دي كلها والبيوت من حق اهل البلد مش من حقك انت يا همام بيه. اقفل خشمك يا محروس، خليك تربي عيالك. عمار نزل سلاح. اسمع يا محروس، بق الديه لو ما اتقفلش اقطع لك لسانك. ومش بس على كده كمان، مش هتلحق تربي عيالك. يلا غور من وشك غور. سبته ليه يمشي يا كبير؟ ما كنا قتلناه وخلصنا منه. انت ما تفهمش حاجه يا غشير، محروس اتكلم كتير في حقنا واهل البلد كلهم ماشيين وراه، ولو قتلناه اهل البلد كلاتهم هيقفوا ضدنا. عمار. ايوه يا كبير. عوض له ود اخوه، عايزك تقتله. بتقول ايه يا كبير؟ اقتله. قول تقتله. الواد ده لما يموت اهل البلد كلاتهم هيخافوا ويقفلوا خشمه. سمعتم؟ اسمعني يا كبير. واديك عرفت الحكاية، كل الدهب براني، ورأي مين في النهاية اللي طلع حجاني. أم الأصيلة اللي عرفت ترجعك سبع تاني. ازيك يا عوض؟ الحمد لله. الحمد يا اخوي. امال عملت ايه يا عوض؟ عملت ايه في موضوع الارض مع همام بيه؟ لساتك يا حمدي يا اخوي عايز ياخد مني الورق. شور عليا اعمل ايه؟ وكل امرك لله يا اخوي، واللي فيه الخير يقدم ربنا. ونعم بالله يا اخوي، ونعم بالله. اوعى تجري ورا الشر يا عوض، وديني نصحتك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمال رايح فين يا مصطفى؟ رايح أجيب بلح من تحت النخلة يا عم حربي. ماشي يا ولدي. الواد هيلعب تحت النخلة. اسكت يا جابر، حد يسمعنا. لازم نجيب الواد ده ونخطفه قبل ما همام بيه يتكلم معانا وزعل. انت شايف كده؟ انا مش شايف شغلك ده. سمعت؟
الأربع. هي دي مين؟ مصطفى، مصطفى ولد الحج حمدي. من اللي قتلك يا ولدي؟ يا ناس الحقوني يا ناس، مصطفى ولد الحج حمدي قتلوه، الحقوني. الحق يا حج حمدي. خير يا ولدي، حصل ايه؟ ولدك يا حج حمدي، ولدك القلاه مقتول. يا مصطفى ولدي، ولدي يا رب يا رب. الا الضلال، الا الضلال، الا الضلال. الحزن مش حزنك لوحدك حزننا، إلا الضلال، إلا الضلال، إلا الضلال. الحزن مش حزنك لوحدك حزننا. راجل واحد قرف ومش عايز يشتغل تاني. خبر يا محروس، مالك؟ ايه اللي حصل؟ يعني انت ما تعرفش اللي حصل يا حربي؟ البلد كله اللي قفل خشمه والغم عينيه وسابه حق الواد الصغير. طيب اقفل خشمه لحد يسمعنا وتودينا في داهيه. حتى انت يا حرب بتقول لك في الخشمه، البلد كله بقت تخاف. ما انت ما عارفش مين اللي قتله. ما عارفش مين اللي قتله؟ انت تعرف يا حرب مين قتل الولد؟ لا انا ما عارفش مين اللي قتله، انا ما عارفش. اه يا شاب. ايوه كبير. هات الوقت حرب المخفضين من قفاه. حاضر كبير. اه يا حربي عزيه، تعال مع الكبير عايزه. حاضر بس ما تزقش. يلا ما تكترش حديد. طيب اه كبير. كبيرنا كبير البلد كلها. والله يا كبير اليوم اللي مش بشوفك فيه أكن الشمس وطلعت واصل. ضحكتني في وقت ما فاضيش أضحك فيه. هادي يا حربي، نحمد الله يا كبير، طول ما شفناك شفنا الخير كله. سيبك من الكلام اللي بتقوله ده يا حربي، علينا في المهم اللي داير في البلد اليومين دول. كله خايف يا كبير، كله قافل بقه من ساحة قتل ولد حمدي، كله خايف يا كبير. كل الكلام اللي داير في البلد دلوقت قتل ولد حمدي مسبب الخوف والجبن للناس. ايوه صح صح يا عمام بيه. يلا غور من وشك غور. عيني غايب تقتل قتيل تمشي في جنازته. تقول ايه يا دي حرب؟ ما بقولش حاجة، وانا خطفت ولا قتلت. اسمع يا جابر، وديه بانه عرف حاجة من اللي حصل خلصوا عليه. حاضر يا كبير.
المدينة بسرعة. الحلم أصبح وهم، زمن رماني بسهم. الحلم أصبح وهم، زمن رماني بسهم. على قد ما كنت بفهم، بلاقيني ناقص فهم. الحلم أصبح وهم، زمن رماني بسهم. الحلم أصبح وهم. إيه ده؟ مين ده؟ ده بيقول له واحد وقع على الطريق. يلا بينا نشوف وامشي. يلا يا رب اسطر. قاعد معايا محروس. مين؟ حربي. مين اللي عمل فيك كده يا حربي؟ عوات الحقني يا عوات. محروس الحقني يا محروس. ما تخافش ما تخافش يا حربي، احنا كلنا جنبك. انطق يا حربي، قول مين اللي عمل فيك كده. رجالة حمام بيه كانوا عايزين يقتلوني. وكان عايزين يقتلوك ليه يا حربي؟ قول. كانوا عايزين يقتلوني قبل ما اقول. هما اللي قتلوا ولد حمدي. بتقول مين؟ حمام ورجالته هما اللي قتلوا مصطفى ولد اخوي. والله لو ولع فيك يا همام، وخلي البلد كلها تاخد حقها منك. قوم يا حربي قوم، ده بيقول له البلد كلها ولعت. قوم قوم يا حربي. الحق يا كبير الحق يا كبير. امال ايه يا عمار؟ ايه اللي حصل؟ اهل البلد كله متجمعين وجايين علينا، عرفوا ان احنا قتلنا واد حمدي. وليه يا وكل ناس؟ اهل البلد كلهم متجمعين وجايين علينا؟ ايوه يا كبير، شفتوا بعيني. هم جايين جايين علينا يا كبير. اي حد يهاجم منهم علينا اضربوا بالنار على طول. بتقول ايه يا كبير؟ نضرب اهل البلد زي ما قلت. سمعتم؟ اهرب يا كبير، اهل البلد كلهم جايين علينا. وين نعمل ايه؟ ما بيجي فيها عمل. يلا بينا لنموتوا. القتوه يا رجاله. لا يا اخوي، اختفى زي الجن الازرق. اكيد قاعد جوا القصر. احنا عايزين نجمعوه قبل طلوع الفجر، عشان لو طلع عليه الفجر هيهرب برا البلد. سمعيني يا رجالي. كلامك صح يا محروس. اسمع يا رجاله، احنا لازم ندور عليه. يلا بينا يلا بينا.
وقف عندك يا عمار. وقعت يا واكل ناسك. والله وقعت يا همام وجا وقت تصفية الحساب. انا ما عملتش حاجة ما ليش دعوة باللي حصل. ما حدش سبب الفساد ده كله غيرك انت يا همام. اتشاهد على روحك. ما عملتش حاجة. هقتلك يا همام. هقتلك زي ما قتلت ولدي. همام بقى ما موتش يا حمدي. انا الكبير. اوعى تعيش بين البنين. خليك في صف الطيبين. بين معالم سكتها